إسرائيل سوف لن تضيع هذه الفرصة. بمعنى؟ ستقولي ليش؟ هو هذا كان سؤالي. هو أكو إحنا أمام نعم. أمام حرب مفتوحة، حرب عالمية. نعم. على السؤال الأول اللي أنا طرحته يعني نفسي. إسرائيل الآن لن تضيع هذه الفرصة في استهداف الهدف الأساسي استراتيجي، في استهداف البرنامج النووي الإيراني. نقطة رأس سطر. شلون وكيف هذا راح يجي إلى وقته؟ إسرائيل سوف لن تضيع فرصة اللي تحدثنا بها عام الشهر الثامن بما يتعلق بتفكيك، هم الآن فككوا الميليشيات وأذابوها وأسقطوها وأسقطوا سمعتها، تعرف كيف؟ تحولوا إلى مجموعات شاردة مجرمة حقيقة لا عندها قوة ولا كذا، لكن ممكن أن تقتل أبناء الشعوب، وهي مو أبناء شعبهم، أبناء الشعوب اللي يتواجدوا فيها، وهي حقيقة، ويسرقوا وينهبوا ثروات تلك الدول. هذا هو